في هذا الفيديو سأعرف لود كيسز ولود كومبينيشن وأطبق اللودز على المنشأ. أبدأ بتعريف أول لود كيس من هذا الخيار New Load Case. تظهر أول لود كيس في هذا الحقل. يمكن أن أسمي هذه اللود كيس أو أن أختار من هذه القائمة. في هذا المثال سأختار Self Weight شامل للSelf Weight والDead Load. الأكشن كاتيجوري يتم أخذها أوتوماتيكيا من قبل البرنامج بحسب حالة التحميل. هنا السلف ويت أكتب مفعل ومعامل السلف ويت 1، وأعرف حالة تحميل جديدة من هذا الخيار Create New Load Case. هذه المرة سأختار Embossed Load. الأكشن كاتيجوري A. أتأكد هنا أن الوزن الذاتي غير مفعل وإلا سيقوم البرنامج بمضاعفة الوزن الذاتي. حالة التحميل الثالثة والأخيرة وهي الويند أيضا من هذا الخيار Create New Load Case، وهنا سأختار ويند. أنتقل إلى Calculation Parameters. هنا توجد العديد من الخيارات، على سبيل المثال طريقة التحليل الإنشائي بحسب نظرية التحليل الإنشائي من الدرجة الأولى، أو نظرية التحليل الإنشائي من الدرجة الثانية بي دلتا، أو نظرية التحليل الإنشائي من الدرجة الثالثة وتسمى أيضا Large Deformation أو نظرية التشوهات الكبيرة. سنشرح هذه الخيارات في الفيديوهات والكورسات القادمة. أنتقل إلى Load Combinations. من أجل تطبيق Load Cases بالحالة الأسوأ، على سبيل المثال لـ Ultimate Limit State، سأعرف Load Combination. عندما أنشأت هذا المشروع اخترت طريقة العمل بدون كود، لذلك سأنشئ هذا Load Combination يدويا من هذا الخيار Create a new load combination. هنا أيضا يمكن أن أسمي هذا load combination أو أن أترك بحسب الديفولت في البرنامج. الآن أضيف جميع هذه الحالات من خلال اختيار إحداها والضغط على هذا الخيار Add all load cases. هنا الفاكتورز أو معاملات التصعيد يتم أخذها أوتوماتيكيا من قبل البرنامج بحسب حالة التحميل الافتراضية. أنتقل الآن إلى result combinations. في الريزلت كومبينيشن توجد العديد من اللود كومبينيشنز يتم تراكبها مع بعضها واخذ القيم الاعظميه الموجبه والسالبه. في هذا المثال لدي لود كومبينيشن وحيد، لذلك ساتخطى هذا الخيار لانه سينتج لدي فقط ريزلت كومبينيشن وحيد. اضغط على اوكي. الان ابدا بتطبيق اللودز على المنشأ. في البدايه ساختار السلف ويت كما تلاحظون هنا السلف ويت، ومن هذا الخيار نيو سيرفيس لود تظهر هذه النافذة Load Type Force و Load Distribution Uniform موزعة بانتظام على كامل المساحة. هنا سأختار Global Z Direction Related to True Area على المساحة الحقيقية. Magnitude القيمة 1 كيلو نيوتن على المتر المربع. أضغط على OK. لاحظوا بمؤشر الماوس يوجد أمر ما يجب تطبيقه. أذهب إلى واجهة مناسبة، على سبيل المثال بعكس اتجاه Y in Reverse Y Direction، وأبدأ بتطبيق اللودز بهذا الشكل. أنهي الأمر بالRight Click. الآن سأطبق Dead Load على الأبر كورد للتراسز. سأستخدم هذا الخيار New Member Load. سأطبق الحمولة على الممبرز. الخيارات كما سبق، لكن هنا الماجنتيود 2.5 كيلو نيوتن على المتر. أوكي. الآن أبدأ بتطبيق الحمولة بهذا الشكل. رايت كليك أنهي الأمر. أنتقل إلى حالة التحميل الثانية وهي الإمبوست لود. لاحظ هنا إمبوست لود، ومن نفس الخيار السابق نيو سيرفيس لود نفس الخيارات السابقة، لكن هنا القيمة 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. أيضا أعود إلى عكس اتجاه Y in Reverse Y Direction وأطبق اللودز بهذا الشكل.
أيضا رايت كليك أنهي هذا الأمر. أنتقل إلى حالة التحميل الثالثة والأخيرة وهي الويند. حمولة الرياح هي حمولة جانبية، لذلك سأستخدم هذا الخيار لايل لود. لاحظوا هنا الفرق بين المنبر لود واللايل لود. المنبر لود تطبق على الممبرز كالبيمز والكولومز، أما اللايل لود تطبق على السيرفيسز العناصر المساحية. كمثال لتطبيق اللايل لود، حمولة الرياح المؤثرة جانبيا على الديافرامات، إذا سأستخدم هذا الخيار لايل لود. هنا لود تايب فورس ولود ديستريبيوشن يونيفورم، لكن سأستخدم هذه المرة XP related to projected line length بسبب وجود السلاب النصف دائرية. الآن أدخل الماجنتيود 2 كيلو نيوتن على المتر وأبدأ بتطبيق هذه اللودز بهذا الشكل على جميع الحواف أو الجوانب المعرضة للرياح بهذا الشكل، تطبق على كافة الديافرامات. لاحظوا بهذا الشكل. أطبق أيضا على هذه الجوانب بهذا الشكل. رايت كليك أنهي هذا الأمر.